بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، في هذا الفيديو عن مؤشر RSI واستراتيجية التعامل معه واقتناص الفرص بناء عليه. يعني مؤشر واحد بسيط جدا، يمكن بناء عليه أن نقتنص عشرات الفرص يوميا، مع أنها تكون صفقات يعني بأرباح بسيطة وسكالبينج، يعني بين 10 إلى 40 نقطة، يعني لكنها يعني صفقات رائعة جدا. في هذا الفيديو سنقوم بحصر الفرص التي نشأت على مؤشر RSI خلال ال 24 ساعة الماضية، أو خلال 12 ساعة الماضية فقط. طبعا كما تعلمون، مؤشر RSI بين 0 و 100، إذا وصل لما فوق 70 فيكون قد أشبع بالشراء، وعندها إذا ارتد وكسر 70 هابطا نقوم بالبيع، بينما إذا وصل إلى تحت 30، نقطة 30، يكون قد أشبع بالبيع، وإذا ارتد عندها وكسر 30 صاعدا نقوم بالشراء لكي نحصل على الفرصة. الآن بالنسبة لي، النفط الأمريكي أول فرص سنقوم بتعداد الفرص خلال 12 ساعة الماضية. هذه الفرصة هنا هذا نزول فعلي، وصل إلى 28 عن 30 ثم ارتد صاعدا. الآن شراء من هنا، الشراء من هنا مناسب، والخروج بربح يعني يقارب 28، يعني حوالي 50-60 نقطة. أول فرصة واضحة كانت خلال 12 ساعة الماضية على مؤشر RSI في النفط. الآن نذهب للذهب. الذهب هنا كان في فرصة، نزل عن 30، وصل 28-60. هيو الآن هنا الشراء كان مناسب، وفعلا حصل أيضا حوالي 40-50 نقطة. الآن خلال 12 ساعة الماضي بالنسبة للباوند، هذه فرصة شراء، هنا فرصة بيع، وهنا فرصة شراء، وهنا فرصة شراء، وجميعها ناجحة. هذه ثلاث فرص على الباوند. اليورو بيع شراء شراء، ثلاث فرص خلال 12 ساعة. الدولار مقابل الين بيع شراء بيع، ثلاث فرص. اليورو مقابل الين الياباني بيع شراء، فرصتين. فرنك سويسري دولار بيع شراء بيع، طبعا احنا بنحكي عن ما بين 30 الى 70. اليورو مقابل الباوند بيع بيع بيع، ثلاث فرص. اليورو مقابل الفرنك بيع بيع شراء شراء، اربع فرص. الاسترالي بيع، هنا لاحظ انه في كان انعكاس بعد البيع، لا لانه لما يخترق 70 هنا، اذا اللي باع هون عكسوا لهون بس رجع طلعوا بمربح كبير. بيع شراء شراء بيع، اربع فرص. الان الدولار الكندي مثلا بيع، فرصه فرصتين، ثلاث فرص. نيجي الان مثلا على ازواج أخرى ما عدا العملات، نحكي مثلا المؤشرات، مثلا دي 30 بيع بيع شراء، ثلاث فرص. إيو مؤشر بيع بيع قوي هنا، فرصتين. مؤشر فرنسي بيع شراء بيع، فرصتين. هونغ كونغ شراء شراء. الإيطالي بيع شراء، الآن شراء، لاحظ هذا الآن شراء المؤشر الإيطالي. ندخل الصفقة مناسب الآن، هاي الصفقة. اليابان 25 الآن كمان شراء، ندخل الصفقة.
مغلق اليابان. طيب سويسري، شراء بيع، بريطاني بيع، فرصة بيع من هنا كانت قوية. يؤسمية، شراء هنا، والآن ممكن أصلا ينشر 30 لم ينزل عنها. يو اس 30، بيع هنا وبيع هنا، قطن، شراء شراء. يو اس 2000، بيع ألمنيوم، بيع 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 شراء. يو اس 500، ما في إشي واضح. قمح، بيع بيع. كاكاو، كافيه، فرص كثيرة جدا أحبتي، وهذه الفرص كلها فرص رائعة للدخول. هذا المتضح لدينا في هذا الشرح، يكفي إلى هذا الحد حتى يعني تكون الدروس يعني سهلة ومتاحة للجميع. هذه الصفقة طبعا فتحت على 140، السبريد الآن بلشت تتحسن، وخلال يعني 15 دقائق إن شاء الله تكون ربحا. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.